هاي، اليوم بدنا نتعلم شو الألوان الأنسب للتلبيقة ما بين المكياج، التياب والفيرني. اليوم بتكوني لابسة أسود أوقات، بس عبالك تعطي حياة لتيابك. هون مننصحك بفترة الشتاء تحطي الأحمر، وبفترة الصيف تحطي الزهر. هول الألوان بيعطوا حياة للأسود وبيضووه، وهيك بيضل عطي جمال وكسوات، بس بذات الوقت ما بتبيني كأنه حادة أو كأنه أنت بفترة حزن. كرمال هيك لازم الحمرة والفيرني يكونوا لابقين على بعضهم بهيدي الحالة. سو إذا لابسة أسود بتحطي حمرة زهر مع الفيرني الزهر، وإذا كنت لابس بالشتاء بتحطي أحمر. هلا إذا عبالك تحطي الأحمر بالصيفية لازم تنقي الأحمر الفاتح كتير تحت اللي تبيني فريش. إذا كنت مثلا كلك لابسة أحمر، هون لازم تحطي فرنش على إيديك بس، والحمرة الناعمة ما تبقى ظاهرة كرمال تطفي شوي من قوة الحمار، ويضل الحمار عاتي كلاسي. وزيت الشي لازم تتبع إذا كنت لابسة فوشيا أو أي لون أورنج، هيك هول الألوان اللي ممكن ينحط منهم حمرة أو فيرني. إذا كنت لابستيهم بتيابك ما تحطيهم عشفافك وعضفيرك، إلا إذا كان داخل هيدا اللون بطريقة ناعمة بتيابك، ساعتها بتحطيه على ضفيرك وعشفافك. وبالنسبة للآي شادو منفضل إذا كنت حاطة الحمرة مثلا فيها زهر، ما تحطي بالآي شادو زهر كمان، تكتفي بالأسود بس. والعكس إذا كنت حاطة على الآي شادو زهر أو أورنج أو شوية أحمر، هون عشفافيك لازم تحطي لون كتير ناعم. سو أهم شيء التناسق ما بين الضفير، المكياج والتياب، تضلي عاتي فريش وكلاس.